وقفنا شوفير تاكسي وقال لي نزل الشباك. نزلت الشباك كسر عليا يعني مشي، وقفنا بنص الطريق ووقف الدنس ستير ورا. قال لي هاي ضبان حب. هلو، واضح اسمي فيرونيكا نمر وانا صاحبة مشروع حزك مزك. بلشت خضرة وفواكه، بيع خضرة وفواكه على الطريق. وقتها I got inspired by this idea وقتها رجعت من رومانيا and I decided to do something for myself. أنا أول ما بلشت بالخضرة والفواكه أهلي كمان كتير دعموني ورفقاتي اللي حوالي. I also have a community. Now they joined حزك مزك on tour around 18 local businesses for now. مع فيرونيكا منه شغل قد ما هو، عم بقول انا عم فول تايم فولنتير. انا بقرر اني اكون هون وما بسال على شغل قد ما بسال على اكسبيرينس. فيرونيكا هي اول حدا عطاني تشانس تو اكسبوز ماي برودكت اند ماي ارت اند ماي وات اي دو ماي باشن تو ذا وورلد. صار في كلاينتس بكذا منطقة، that's why أنا برجع بعيد من فترة لفترة مناطق. و other than this بكون أنا عم بختار روح على منطقة جديدة during the week. كتير حلو أنه وقت أشوف حيال شخص بضحك بوجهه بقول له هاي بونسوار بونجور. حلو كتير وقت اشوف حيلا حدا، ما هو ما احنا كلنا اخوه مع بعض. They're so cute, they're so hick, different looking. The attraction that they created is nice. مره وقفنا شوفير تاكسي وقال لي نزل الشباك. نزلت الشباك كسر عليا يعني مشي، وقفنا بنص الطريق ووقف الدنس ستير ورا. قال لي هاي ضبان حب وسكر وفل هيك out of nowhere يعني. إذا أنا مبسوطة باللي عم بعمله وعندي visions لقدام باللي أنا فيه، أكيد 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 ما راح يطلع إلا شيء حلو.